أمين الهنيدي؟ هلا فاخر. في دمسة لينا، دمسة لينا، هات ودنك، هات 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 ودنك يا خينا، دمسة لينا، دمسة لينا، هات واسمع، هات 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 واسمع تسلينا. انا جملك فزوره حزوره من جوه جوه لبترينا، انا اقول لك معلومه لمعلومه من روما وطوكيو اتينا، هيقولوا حدو 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 ده وحكايه الواد، واحد اسمع ده حكايه ده يا جوانا، نمشي ونتفرج على الدنيا، دنيا استنجلينا. لازم نلعب بيها، لازم قبل ما تلعب بينا، ده لازم، وإن حبيت تغلبنا لازم نغلبها بتسالينا، بتسالينا تسالينا 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 تسالينا. برنامج يكتبه لكم مصطفى الشندويلي ويخرجه أحمد أبو زيد. تسالينا. شوف يا هلا، انت تأجلي الكتاب شوية على ما نقدم البرنامج. سيداتي آنساتي، استنى 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 يا أمين. ايه؟ انا قصدي تاخد الكتاب وتقرأ النصايح اللي مكتوبة فيه للأصدقاء المستمعين. على فكرة يا هالة، الناس مش بتحب النصايح المباشرة دي. ليه بقى؟ دي اولا نصايح مفيدة، لكن طبيعة الانسان كده، ما يحبش حد يقول له افعل كذا لا تفعل كذا وهكذا، لان الانسان ما يحبش افعال الامر، حتى فعل الامر خذ. لا، فعل الامر خذ ده حاجه تانية. ده اجمل فعل امر في الدنيا. يا سلام على جماله وشياكته وذوقه يا هاله. واضح جدا انك بتحب كلمه خذ، بس على شرط ايه؟ ما يكونش المقصود بوكس مثلا ولا شلوت. بجد بقى عندك حق. انا قريت واحد من علماء النفس بيقول أسهل شيء يصنعه الإنسان أن ينصح الآخرين، وواحد تاني بيقول إذا أردت أن تظهر عيوبك فابدأ بتقديم النصائح. ألو أفندم، الأستاذ أمين الهنيدي. أي أفندم موجود؟ حضرتك عايزه ضروري؟ بس هو عنده تسجيل دلوقتي أفندم. حاضر حاضر يا فندم. مين يا هلا؟ واحد بيسأل عليك، بقول له انت مين؟ قال لي انا البغبغان. ده عبد الباقي صاحبي. هو بغبغان فعلا؟ يا ستي، كان معدي في الشارع لقى مزاد، دخل في المزاد، اصله غاوي كويس. اشترى من المزاد ايه؟ بغبغان. وبعد ما مشي شويه يا هلا، الفار لعب في عبه. ليه؟ قال له روحوا الله، مش يمكن البغبغان ده ما بيعرفش يتكلم؟ لما اجربه كده. يا بغبغان، انت بتعرف تتكلم؟ طبعا يا سيدي، امال مين اللي كان بيزود عليك في المزاد؟ من حقي امين. ايه؟ الكلام اللي قلته لي امبارح حقيقي ولا اشاعه؟ حقيقي طبعا، انت عارفه انا ما بحبش الاشاعات. طب هسالك سؤال، لو ظهرت اشاعه الساعه 6 مساء وكل شخص سمعها وتطوع مشكورا وبلغها لشخصين، كام شخص يسمعوا الإشاعة في 6 ساعات؟ لا بقى، دي عايزة حسبة، نجيب الورقة والقلم ونقعد نحسبها. اطمن، المستمعين كلهم هيحسبوا معاك. حلتها يا هالة؟ صحيح. مال يا ستي، لو ظهرت إشاعة الساعة 6 مساء وكل واحد سمعها بلغها كالعادة لشخصين، يبقى عدد اللي يعرفوها في 6 ساعات كل سكان الكرة الأرضية. لا 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 لا، بلاش مبالغة بقى. ازاي ده منطق الحساب؟ هو أنا جبت حاجة من عندي؟ يا سلام يا ولا، يا سلام يا ولا، يا سلام يا ولا.
يا سلام يا ولا. يا سلام لو شفت القصة، يا سلام مرسوسة رصة. يا سلام لو شفت القصة، يا سلام مرسوسة رصة. يا سلام لو شفت القصة، يا سلام مرسوسة رصة. يا حبيبي حتموت من البصة الليلة قوام يا ولا. أح يا سلام 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 يا ولا. يا سلام لو شفت عينيا، يا سلام في العلبة المية. يا سلام لو شفت عينيا، يا سلام في العلبة المية. يا سلام لو شفت عينيا، يا سلام في العلبة المية. يا حبيبي حتقبض مية الليلة قوام يا ولا. أح يا سلام 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 يا ولا. أمين أمين أمين. نعم نعم نعم. صاحبتنا إياها مالها جوه في لجنة امتحان المطربات، قاعدة قدام رئيس اللجنة. تيجي بقى نتسمع عليها. اتفضلي غني يا آنسة. يا آنسة اتفضلي غني. الله، ايه الحكاية؟ انت كاتمة الصوت ولا ايه؟ بنقول غني. لا 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 لا. انت كنت سكرتيرة أولاداتي؟ لا 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 لا. خلاص خلاص خلاص، يا ربنا يكفينا الغنى ده. ها يا أستاذ، عجبتك؟ عجبتني جدا زي ما انت شايفة. يعني نجحت في الامتحان؟ بس يلزمك تشيل اللوز عشان تبقي بلبل. لكن انا يا استاذ انا شلت اللوز قبل كده. يبقى ترجعيهم تاني. اسمعي يا هالة، انا هعملك امتحان صغير قدك له. في ايه؟ في الاسعافات الاولية. وكمان من حقك تجيبي حد يساعدك. كده؟ اصدقائي المستمعين تساعدوني في الامتحان؟ ايوة، اكتبي بقى عندك السؤال. ماذا تفعلين اذا ابتلع طفل مفتاح المنزل؟ اتفضلي جاوبي، وجاوبوا كلكم. الزمن 10 ثواني. خلاص يا فندم، انا جاوبت وعايزه اسلم ورقه الاجابه. وريني كده جاوبت، قلت ايه؟ اذا ابتلع طفل مفتاح المنزل ادخل من النافذه. نمشي ونتبرج على الدنيا، دنيا استنجلينا. لازم نلعب بيها، لازم قبل ما نلعب بينا، لازم ونحب تغلبنا، لازم نغلبها بتسلينا، تسلينا تسلينا. لقاؤكم غدا مع أمين الهنيدي، هالة فاخر، مصطفى الشندويلي، وأحمد أبو زيد، وبرنامج تسلينا تسلينا. تسلينا تسلينا تسلينا. تسلينا تسلينا. تسلينا تسلينا تسلينا. تسلينا تسلينا. تسلينا تسلينا.